دائرة التمثيليات تقدم ظواهر مدهشة. برنامج تمثيلي أسبوعي يبحث في تفسير الظواهر الغريبة في الكون. الإعداد والحوار الدكتور طالب عمران. المخرجان المنفذان آمال حداد وأمير دياب. ظواهر مدهشة. للمخرج عدنان دياب. حلقة اليوم بعنوان من أسرار الجزيرة الغامضة. آه يا قاسم، ها أنت تخوض مغامرة في بيئة غريبة أشبه بالكابوس. تلك الجزيرة الغامضة المليئة بالمفاجآت، والتي انتشر فيها القتلة والمهربون والسماسرة وجنود مجهولون لقوى سيطرت على الكوكب تحاول فيه مسح الذاكرة والقضاء على نأمة الحس الإنساني واستعباد البشر. أعطته جدته قوة خفية وهو جاهز لمقاومة الذين يحاصرونه بأمر من سيدة الخراب التي يلقبونها بالشيطانة. كانوا يبحثون عنه، وقد تمكن قاسم من التسرب منهم وعثر على تلك الفتاة المسكينة المغتصبة التي انتهت حياتها البائسة عن طريق الأناكوندا، الأفعى العملاقة التي ابتلعتها. كانوا يحاصرونه من الشرق والغرب، رجلان وامرأة من جهة ورجلان وامرأة من جهة مقابلة، وهو ينجح في التسرب منهم، ولكن الحصار ضاق عليه. اسمعي يا فجر، لديك حس المرء، يمكنك الوصول إليه عن طريق الرائحة. أنا لا أستطيع أن أشم سوى رائحة خنازير الرجال أمثالك. اهدأ، يجب أن نصل إليه. سيدتنا ستقابلنا بعد قليل، ويجب أن يكون معتقلا لدينا أو لدى الجهة الأخرى. قلت لك يا فجر، بدر يكره وقاحتك. لست وقحة، أنت من بدأ وليس أنا. أعتذر، أتقبلين اعتذاري وتدعوني ولو مرة إلى سريرك؟ خنزير، وستظل خنزيرا. لا بأس. انتبه يا نمر، واترك هذه الأحاديث الجانبية مع فجر. إن لم نقبض على المطلوب ستعاقبنا السيدة. هناك حركة في الدغل، انتبها جيدا. هيا يا فجر لنقتحم الدغل. هناك حركة فعلا في الدخل، أرجو أن لا يكون هاربا من بطشهم. إنه يتحرك.
حاصره، لا مجال للحركة، اخرج إلينا واستسلم. هيا، البنادق مسددة نحوك. لماذا تصرخ؟ اخرجي يا كريستي. من أنت؟ ماذا تفعل هنا؟ أنت ترتدي لباسا مموه. أنا بيتر من القاعدة في الجزيرة وزميلتي كريستي. ارتدي ثيابك بسرعة يا كريستي قبل أن تخرجي. سأفعل يا بيتر. أعتذر منك يا بيتر، نحن نبحث عن هارب يختبئ في الجزيرة، سيدتنا تريده. الشيطانة، إنه لقب تستحقه، هي تنفذ لنا كل شيء. أنتم من مقاتليها ها؟ لا بأس، إنها مجندة جميلة. يبدو أنها عشيقته. اسكتي قبل أن يغضب بدر علينا. ها؟ لديكم مقاتلات من النساء أيضا؟ نعم يا سيدتي، تتبع سيدتي فرقة نساء مقاتلة، يعتبرن أشد بأسا من الرجال، لا شفقة لديهم ولا رحمة، يذبحون الطفل ويقطعونه دون أن تتحرك فيهم نأمة حس، كأنهن لسن نساء. تلك الفرقة قابلت بعض نسائها، إنهن شديدات الوحشية. أتعرف يا بيتر عنهن شيئا؟ نعم، هن من المتطوعات، من الفتيات اللواتي يمنحن أنفسهن للقضية، تجري عليهن جراحات، تستأصل في هذه الجراحات المبايض وربما بيوت الرحم، وأحيانا كل ما يمكن أن يثيرهن كإناث. أتريد عونا منا؟ لا شكرا، لدينا مجموعة أخرى في الجهة الأخرى. عن من تبحثون؟ هارب من سجنكم أم؟ إنه رجل من مكتبة الإذاعة السورية. يبدو أن له أهمية كبيرة يا سيدي. ولم تعثر عليه؟ ما زلنا نحاول، يبدو أنه سريع المناورة، لم نستطع القبض عليه. أعلم أن لكم كاميرات وأجهزة تتابع و... يظهر أحيانا في الكاميرات ويختفي، حتى الأناكوندا لن تتمكن منه إذا راوغها. أطلب من سيدتكم مساعدتنا. لا نستطيع يا سيدي، تريد الاعتماد علينا، ستعاقبنا إن لم تنجح مهمتنا. هيا يا بيتر، تأخرنا عن العمل. معك حق يا كريستي، إذا أردتم المساعدة نحن جاهزون، ولكن بطلب من الشيطانة سيدتكم. شكرا يا سيدي، شكرا. كان قاسم يستمع لحوارهم وهو في حفرة بين الأحراج، ومر المدعو بيتر وصديقته كريستي بالقرب منه، فشعر أن ما يجري في القاعدة ليس أمرا بسيطا، هناك ما يجري في الخفاء ويجب عليه أن يكتشفه. كان ما يشغله هو كيف يتجول في الجزيرة وهو لا يعرف مخططها، وهناك من يطارده، وربما لو عجز هؤلاء الذين يطاردونه عن الوصول إليه قد يستعينون بجنود القاعدة. شعر بطاقة غريبة تنتابه، عليه أن يواجه ويتحدى ويستخدم طاقته الحيوية التي كانت جزءا هاما من شخصيته، وقد شهرته من قبل حين كان في تدريسه يمارس نشاطاته في تلك البلاد المشهورة بشواطئها الساحرة. سمع سعالا لرجل عجوز وهو يتسلل بين الأجمات مستنفرا كل طاقته للخروج إلى مكان أكثر أمنا بالنسبة إليه، وهو يشعر أنه بحاسته السادسة سيصل إليه. يا إلهي، إنه قريب مني،
أخشى أن يكون في ورطة كتلك الصبية التي التهمتها الأناكوندا، وأن يكتشفه هؤلاء الأنذال. يا إلهي، ماذا أفعل؟ كيف أتخلص من هذه الورطة التي أشعر أنني لن أستطيع الخلاص منها؟ يبدو أنه من الضحايا الذين تحفل بهم الجزيرة، من الذين اضطهدوا وعذبوا. أسمع شيئا يتحرك قريبا من مكاني، ربما كان الرجل العجوز. أتسمعون؟ ربما كان هو من نبحث عنه. ها؟ يبدو أننا عثرنا عليه قبل بدر ونمر ورفيقتيهما فجر. بسرعة بسرعة لنطبق عليه. هيا. من أنتم؟ ماذا تريدون؟ إنه شيخ متعب، يبدو أنه في طريقه للموت. اسمع أنت، ماذا تفعل هنا؟ أنتظر الموت إذا رغبتم بقتله فلا بأس، حياتي بدون فائدة. لهذه الدرجة ترغب بالموت؟ نعم نعم، ليس لي في هذه الحياة، وأنا مريض مصاب بجروح وأشعر بالجوع والعطش، وربما أصابتني حمى، أنا أرتجف. ما الفائدة من حياتي بعد أن فقدت كل شيء؟ ما دمت بهذا العذاب سنتركك لتموت ببطء. أنتم منهم، أولئك الأنذال الذين دمروا حياتنا وكانوا وقودا للنار التي اشتعلت في كل مكان من أرضنا، قتلكم الله. تحرضنا لنقتلك؟ لن نقتلك، سنتركك تتعذب. لنبتعد عنه بسرعة، هيا. ولكن اسمع يا شيخ، هل رأيت أحدا يختبئ محاولا الهرب؟ نحن نبحث عن رجل في منتصف العمر يهرب منا، تريده سيدتنا. لا لا لا، لم أرى أحدا ولم أسمع صوت أحد سواكم. لنذهب بسرعة، قد يسبقنا بدر ومن معه بالعثور على غريمنا. ولنترك هذا الشيخ لموته البطيء. لنسرع إذن، هيا بنا. أريد أن أموت، أريد أن أموت. ما رأيك لو قتلناه ما دام يريد الموت؟ اتركه يتعذب، هيا نسرع في البحث عن ذلك الرجل الذي تريده سيدتنا. تأوه يا رجل وابكي، سيزداد ألمك حتى تموت. يبدو أن حراس المكان في جزيرتنا قد أجروا عليك عمليات كثيرة، لم يبقى في جسمك سوى البقايا. هيا هيا نبتعد عنه. من مكتبة الإذاعة السورية. شعر قاسم بفداحة ما جرى للرجل العجوز، وحالما ابتعد عنه اقترب من مكانه بالتدريج، وكان الضوء يتسلل بين الشجيرات والشمس تنحدر نحو المغيب. نظر إليه بعمق، كان متعبا يتأوه وهو يسعل، ثم بدأ بالبكاء وقد انتابته موجة من النشيج الهستيري. أشفق قاسم عليه وعرف أن كوارث كبيرة مرت في حياته. اقترب منه بهدوء وهو يهمس: اسمع يا عم. ومن أنت أيضا؟ أنا الدكتور قاسم. ماذا تريدون مني؟ لا تقلق، لست منهم، أنا مطارد مثلك. ولكن حتى الآن ما زلت سالما. اسمع، أريد أن أساعدك يا عم،
أرجوك ثق بي. لا أبالي ولو كنت عدوا، أريد أن أموت ولست خائفا من أحد. لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك يا عم، أنا معك، سأحاول أن أضمد جراحك. أنا أراك، أنت كما يبدو رجلا طيبا. يا بني، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ سيعذبونك ويجرون عليك جراحاتهم وسوف يتركونك تموت. لماذا جئت إلى هنا؟ هربت منهم وما أزال هاربا، أحاول أن أخرج من هنا إلى مكان آمن. الجزيرة كلها محتلة بهم. اسمع يا عم، ما قصتك؟ كأن وجهك مألوف لي. أنت رجل معروف، وجهك المتعب يمنعني أن أتذكر أين رأيتك من قبل. يا إلهي، وجهك مألوف، من أنت يا سيدي؟ كنت شخصا معروفا، الآن أنا نكرة تنتظر الموت. يبدو أنك مررت بفترة عصيبة في حياتك. أنا رجل عانى كثيرا، وقد خدعوني لجلبي إلى هنا، وحين أوصلوني في زورقهم السريع إلى هذه الجزيرة تركوني لمصيري، لأرى نفسي مطاردا من رجال لا يعرفون الرحمة. قصتي مختلفة، ولكن لماذا أنت؟ ربما للانتقام من جدتي زينة، التي تدخل في أنفاق الزمن وتقرأ سفر المستقبل القاتم القادم. ماذا؟ زينة التي تنتمي جذورها لكل القبائل؟ نعم، أتعرفها؟ يا إلهي، وكيف لا أعرفها؟ أنت حفيدها؟ آسف يا بني، أنا منهك، أقترب من الموت. حدثتني أكثر من مرة عنك. يا بني، كانت امرأة عنيدة، قاومت الخراب بكل طاقتها، ولكن بدأت تضعف قواها ولم أرها منذ أشهر طويلة. المهم يا عم، من أنت يا سيدي؟ أنا رجل أضاع نفسه في أنفاق الأمل بالمستقبل. لم أفهم يا سيدي. اسمع يا بني، أنا متعب، لا أستطيع أن أحدثك بالتفصيل. أنا أنحدر نحو الموت أجل، وقد أستطيع يا حفيد زينة أن أحكي لك قصتي باختصار. نعم. اسمي صائب المتني، أستاذ في جامعة مركزية، تخصص خلية حية وبينات الخلية بالتحديد. أجل، أنا أستمع إليك يا دكتور، تذكرتك الآن، حدثتني جدتي عنك قليلا، كانت متفائلة بأبحاثك كعالم من المنطقة، قد يقدم إنجازات عالمية. يا إلهي، كان هناك مؤتمر كنت أقدم بحثا جديدا في عاصمة عالمية أجل، وبعد انتهاء تقديم ورقتي جاءني في الاستراحة شخص بدا لي بهيبة خاصة، قال لي: البروفيسور صائب المتني، أنا مرسل من مركز أبحاث الخلية. مرسل لي؟ خير. من مركز أبحاث الخلية، وهو مركز هام في بلدنا،
أرسلني مدير المركز من أجل أن نستضيفك عندنا كباحث زائر. مركز أبحاث الخلية في من مكتبة الإذاعة السورية. وباحث زائر. لا تتردد، نحن نعلم أن رواتبكم في بلادكم ضئيلة وغير كافية، وأنت تسكن في بيت للأجرة وتنتظر بيتا في جمعية سكنية من الجامعة ربما لن يكون جاهزا قبل سنوات. سنعرض عليك عملا عندنا براتب ضخم مع بيت وسيارة وكل التسهيلات التي تطلبها. لديها عمل في بلدي أيها السيد، وطلاب ينتظر. تعال إلينا كباحث زائر لتجرب العمل عندنا، ثم بعد ذلك يمكنك أن تقرر الاستمرار، حتى وإن رغبت بالتواصل لك ليقبلوا إعطائك استيداعا من عملك سنتوسط لك. سأجرب أولا كأستاذ زائر وبعدها أقرر. قبلت العمل وقد اعتنوا بي وزوجتي وقدموا لنا الكثير من الإغراءات لأظل أعمل معهم، وعندما عدت إلى بلدي لأطلب تمديد العقد نصحني رئيس قسم الخلية. اسمع أيها الرجل، أولئك الناس سيستعبدونك، يقدمون لك الإغراءات أولا وبعد ذلك يستنزفون قوتك، وإن قمت باكتشاف جديد في علم الخلية وهذا ممكن بالنسبة لك حسب معرفتي بك، فإن هذا الاكتشاف لن يسجل لك وسيشترطون عليك الاستمرار في البحوث، وبعد فترة ستشعر أن قيمتك في إنجازاتك، وإلا فأنت لا شيء، قد يخفونك وقد معقول يا دكتور؟ معقول؟ أتسمع بالدكتور شاهر؟ بالتأكيد تسمع عنه، مات بشكل غامض ولم يكتشف سر موته، هم قتلوه وسرقوا أبحاثه، كان يرغب بالعودة إلى بلده. ربما كان هذا مبالغا به يا سيدي. لا يا دكتور، ليس مبالغا به، سمعتهم ليس جيدة، انتبه لنفسك يا دكتور صائب، قد تندم إن بالغت بالثقة بهم. يبدو جادا في نصائحه، ولكن قد يكون ما حصل لشاهر له أسبابه، ولكني لم أرى منهم أي عمل يمكن أن يشك به. وبعدها عدت للعمل من جديد ولكن بعقد طويل. نعم، وقدمت إنجازات عظيمة، وفي أحد الأيام طلبوا مني الدخول في تجربة أشرف عليها أنا، وهي زرع خلية مخصبة في رحم امرأة. خلية مخصبة بشرية؟ لا لا، خلية مخصبة من قرد من نوع غوريلا، وكان هذا الطلب غريبا، أحضروا المرأة ولم أرى وجهها، كانت مقيدة مكممة بوجه مخفي بقناع، ولم أرى سببا لهذا التعتيم على شخصيتها أولا، وفعلا زرعت الخلية المخصبة دون أن أعرف من هي المرأة. أمر غريب. عدت إلى البيت، قيل لي أن زوجتي تتسوق، وكنت متعبا فنمت، وحين صحوت كانت زوجتي تتوجع في الصالة على الكنبة الطويلة، سألتها عن حالها ومن ماذا تتألم فأجابتني.
شعرت بنوار بعد تناول كأس العصير في مكتب الشركة التي أعمل بها. وصحوت على الباب هنا وهم يدخلونني. المهم أنك بخير يا عزيزتي. حكى الدكتور صائب عن أن زوجته بدأت تشتكي من آلام في بطنها، وحين رافقها إلى المستشفى حضرت طبيبة من خارجه، قيل إنهم طلبوها خصيصاً لرؤية زوجته كنوع من الاحترام. وحكى صائب أنه كان منشغلاً عن البيت في سفر لمتابعة أبحاثه من خارج الولاية حين اتصل به صديقه الأفريقي الذي يعمل كإداري في مركز الأبحاث، وحين رد على الهاتف أخبره أن زوجته مصابة بمرض عضال ويجب أن يحضر متعللاً بأية حجة. وحين وصل كانت زوجته في المستشفى، منعه الأطباء من رؤيتها، وهمس له صديقه الأفريقي أن تجربة مرعبة تجرى على زوجته، فهي الآن كفأر تجربة عند مركز أبحاث الخلية. وحكى صائب وهو يبكي ما جرى: كانت المرأة التي زرعت بها الخلية المخصبة لغوريلا هي زوجتي نفسها، وكانت تخضع لرقابة علمية شديدة، وهم يستعرضون نمو الجنين الغريب في أحشائها، وكلما كبرت في حملها ازداد بطنها انتفاخا لدرجة جعلت الأطباء يولدونها قبل إتمام أشهر الحمل عن طريق عملية قيصرية، وكان الجنين بشكل غريب يجمع بين البشر والقردة. يا إلهي، وماذا حدث لها؟ ماتت مقهورة، وقد اكتشفت كل شيء وأوصلوا لها خبر أنني أنا من زرعت الخلية المخصبة في رحمها. أصابني موتها باكتئاب، حاولوا إخراجي منه بعلاجات نفسية وجلسات كهربائية حتى عدت لوعي قليلا، ولكني كنت غاضبا في داخلي من نفسي. وإن هؤلاء الوحوش الذين استخدموا زوجتي في تجاربي، وكنت أنا الطعم. إلا أرجوك، وماذا حدث بعد ذلك؟ هناك أناس يقتربون منا، اذهب واخذ نفسك واتركني، أنا شبه ميت. لن أتركك يا دكتور. لا إلهي، كأنها أفعى ضخمة، ربما كانت أناكوندا ثانية. لن أترك هذا الرجل العظيم لتبتلعه الأفعى. يا إلهي، إنها أناكوندا فعلا. راقبها وهي تقترب، ولكنها كانت تتجه نحو هدف آخر لم يكن الهدف هو الشيخ صائب المتعب، بل كانت فجر التي وقعت في فخ منصوب لالتقاط حيوان متوحش فأطبق على رجلها. كانت تصرخ برعب. من مكتبة الإذاعة السورية. بدر، أرجوك خلصني، أنا أنزف. كيف حدث وأدخلت نفسك ضمن الخط الأحمر على الخريطة؟ إنه خط في داخله خطر علينا. نمر هو من أغراني وهو يضحك. في الحقيقة خدعني.
وأين نمر الآن؟ ألم يكن معك يا سيدي؟ أنا هنا في الحفرة، أنقذوني، نفذ القصب الحاد إلى صدري وبطني، أنقذني يا من؟ لم أنتبه إلى الخط الأحمر، كنت مندفعا للقاء فجر بعيدا عنك وسقطت من حفرة. أنا أطبق علي الفخ. ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ إنها أفعى تنزل نحوي. أرى فمها المتسع. لا 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 لا, لا. يا إلهي، ابتلعتها الأناكوندا وتركت نصف رجلها على الفخ المنصوب. أنقذني أرجوك. بدر، التقينا بك يا بدر، أين رفيقاك؟ ما بك تبدو حزينا؟ التهمت الأناكوندا فجر، ونمر في حفرة فيها قصب حاد مزروع في قاعها. إنه فخ أيضا لحيوان متوحش. هذا هو صراخه؟ نعم، أرجوكم ساعدوني لأخرجه. إن كان وضعه ميؤوسا داخل الحفرة، أقصد أن تكون القصبات قد خرقت جسمه في أماكن قاتلة، لن نخرجه، سندعه يموت. ولكن قد يكون في وضع يمكن إنقاذه. سنرى يا بدر، سنرى. قد يكتشفوننا. لا تخف، نحن مع الأسف ضمن الخط الأحمر كما وضعوه. قد نبقى طويلا دون أن يجرؤوا على الدخول إلينا لوجود الأفخاخ المعدنية وحفر القصب الحاد وربما أشياء أخرى قاتلة لم نعرفها بعد. أشعر أنني سأموت يا دكتور. أيمكن أن يكون الرجل الذي نبحث عنه قد سقط في حفرة ومات؟ لم نستطع رصد حركته في الكاميرات الموزعة. ستعاقبنا سيدتنا إن حدث ذلك فعلا. هل نبحث بحذر في المنطقة الحمراء داخل الخط؟ قد نقع في مطب، هذا خطر. الأفضل أن نكمل البحث بعد أن ينضم إلينا بدر. إنه رجل داهية داهية، مقرب جدا من سيدتنا. هاي بدر، أنا قادم إليكم. مع الأسف نمر في وضع لا يمكن إنقاذه. لنتابع البحث، ونرجو أن لا يكون ذلك الرجل قد دخل في المنطقة الحمراء. المنطقة الحمراء عبارة عن حفر وأفخاخ، وهي منطقة كثيفة الشجر، وفيها حيوانات مفترسة قد تبدأ بالظهور في الليل. نحن لا نعرف أين هو، وليس من حس أو حركة منه. فعلا إن دخل هذه المنطقة ربما مات. سنظل نبحث عنه حتى نيأس من العثور عليه. كانت فكرة وجود منطقة خطرة يدفعون الناس إليها للموت غير واردة في حسابات قاسم، وحمد الله كثيرا على أنه لم يقع في حفرة أو أطبق عليه فخ حديدي. كان متشوقا لمعرفة تتمة حكاية صائب المتني، ذلك العالم الكبير الذي تعرض لأبشع تعذيب لأسباب لم يعرفها قاسم بعد. لقد ابتعدوا عن المنطقة، أأنت بخير؟ لا، لن أستطيع المقاومة، جسمي منهك من المرض والجراح. اهدأ أرجوك، جسمك يرتجف، أتشعر بالبرد؟ أنا أسير نحو الموت، وقد تكون نهايتي في بطن أناكوندا كريا كما حدث للآخرين قبلي. يا أفعى مدجنة، قد تقذف بضحيتها بعد فترة دون أن تهضم إن لم تكن جائعة. نعم، وبعد وفاة زوجتك هل تركت العمل؟ هددوني بأن يستخدموا جسمي في تجاربهم،
وتعذبوا في موت بطيء قاتل. فرضخت وبدأت أتابع تجارب قذرة كانوا يخططون لها من قبل، زراعة خلايا مخصبة من جديد بأشكال غريبة من حيوانات لبشر ومن بشر أيضا لحيوانات، وبدأت مخلوقات مشوهة في الانتشار في مخابر التجارب. هذا أمر غريب، لو حكيت لك بالتفصيل لازددت رعبا مما يفعلونه في مخابرهم. قررت أخيرا أن أتمرد على طريقتي وبدأت أخرب مخططاتهم بإفشال بعض التجارب الحقيرة التي لا يمكن لعاقل قبولها، واكتشفوا ذلك. ألقوني في زنزانة فيها كل أشكال الحيوانات المرعبة من أفاع صغيرة وعقارب وعناكب، واستمر عذابي ولم أرضخ، فأدخلوني في التجارب كعينة. يا إلهي، كل ذلك حدث لك؟ أجل، وبدأت أعاني من ثقل تلك التجارب حتى أشفقت علي إحدى زميلاتي فأرسلتني مع فريق بحث إلى هنا لعلي أجد منفذا للهرب، ولكني اكتشفت أنها جزيرة مرعبة ليس فيها سوى الموت والعذاب. اهدى يا دكتور، أرجوك اهدى، قد أستطيع المساعدة. سأمرر أصابعي فوق جسمك لأساعدك بالتخفيف من آلامك. كانت شروخ الطاقة موجودة في كل مناطق جسمه، كان منهكا تماما في انحداره الأخير نحو الموت. أراحته أصابع قاسم قليلا فغرق في نوم عميق، وشعر قاسم أن عليه العناية به في لحظاته الأخيرة، وربما يتمكن من دفنه في إحدى الحفر الخالية من القصب الحاد الناتئ قبل أن تأتي أناكوندا مرعبة لتبتلعه. وكان الليل يرخي سدوله على المنطقة، وأخذت الحركات الغريبة في الأحراج تزداد بالتدريج، كأنما جعل الليل تلك الحيوانات تخرج من جحورها، وازداد الجو قتامة ورعبا. وشعر قاسم أن الخطر ازداد عليه، وقد بدأ جسم الدكتور صائب يبرد بالتدريج. حاول أن يفكر بمخرج، وقد أيقن أن طاقة أصابعه قد استلت من صائب آلامه وأنه مات بهدوء. وخلال لحظات شعر أن عيونا لوحوش تحيط به، أمسك بغصن شجرة يابس محاولا ذب الحيوانات عنه وعن جسد صائب. من مكتبة الإذاعة، ولكن السورية الوحوش بزمجرتها الغاضبة أطبقت عليه وهو يحاول إبعادها بالغصن، وقد تحركت به طاقته الكامنة. سحبت الوحوش جثمان صائب رغم محاولة قاسم مقاومتها، ثم انشغلت بسحبه وتقطيعه مفسحة له المجال للهرب في اتجاه المكان الذي كان يتواجد فيه المطاردون الذين يلاحقونه. قاسم يا بني، أمامك فتحة لنفق يؤدي إلى القاعدة على بعد عدة أمتار، هو نفق مخفي بأعشاب يابسة، قد تستطيع اكتشافه، كن حذرا يا بني. يا إلهي، مستحيل، تمكنت جدتي من التخاطر معي، يعني أنها في سبيلها للعودة من أنفاق الزمن.
أشعر بالاطمئنان الآن. شكرا، شكرا لك يا رب. مسكين صائب كان نموذجا لمن يضع إمكاناته بين يدي القوة العظمى التي تستغله ثم تجعله ضمن من يخدمها حتى في الأبحاث الشريرة. أشعر أنني أتجه صوب باب ذلك النفق. إنه باب النفق. شكرا لك يا جدتي. إنه باب حديدي تلتصق به الأعشاب اليابسة الواخزة. إنه نفق مضاء بإضاءة خافتة. سأعاقبكم جميعا أيها المتهاونون. أقسم لك يا سيدتي لم نترك مكانا في الجزيرة إلا وبحثت فيه عنه. إلا المنطقة الحمراء، وهي منطقة صغيرة ليس فيها سوى الموت. قد يكون دخل فيها وتعرض لأفخاخها ومات، أو ربما ابتلعته أناكوندا. كان يجب أن أنتبه لذلك وأحذركم من دفعه نحو المنطقة الحمراء. على كل حال، ما تلفظه الأناكوندا من جثث موجود في المستنقع الراكد خلف المنطقة الحمراء. تأكدوا من جثته. سنفعل يا سيدتي عند الفجر. الأناكوندا في الليل شديدة الخطورة. هناك 4 أفاع منها مهجنة لدى العلماء الذين يعملون هنا ويجرون تجاربهم الغامضة. نحن نحمل شرائح نعلقها في رقابنا تبعد عنا الحيوانات الخطيرة. كانت الشيطانة تتكلم في ساحة صغيرة مضاءة بأنوار مروحية تقف وسط الساحة وحولها بعض رجالها. وكان قاسم قد نفد إلى داخل النفق بعد أن أغلق الباب خلفه آليا، وهبط عدة درجات ليمشي في ممر عريض مضاء وهو خائف أن تلحظ عيناه عدسات كاميرا موزعة في النفق كما خمن. لذلك أسرع في خطاه وهو يحاول تغطية وجهه حتى وصل إلى باب جانبي في النفق كان مواربا. سمع في داخله أصواتا لرجل وامرأة. رمق بحذر ما بداخل الباب الموارب. رأى شاشات كاميرات موزعة منها في النفق، وكان الرجل والمرأة منشغلان في لقاء حميمي. يجب أن يسرع ليصل إلى مكان آمن. لم تدله جدته على النفق إلا وهي متأكدة أن هناك جانبا آمنا قد يصل إليه قاسم. من مكتبة الإذاعة السورية. كان للأحداث تداعيات أخرى. في الأسبوع المقبل نلتقي مع حلقة جديدة. إلى اللقاء. كانت حلقة اليوم بعنوان من أسرار الجزيرة الغامضة. إلى اللقاء مع حلقة جديدة من ظواهر مدهشة. المخرجان المنفذان آمال حداد وأمير دياب. وتحية من الدكتور طالب عمران
والمخرج عدنان دياب.